السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 21 من الدورة ديال بريباراسيون ليزيكزامان ديال لا كونطابيليتي جينيرال. اليوم غادي نخدمو اكسيرسيس رقم 2 اللي عنده علاقة بالشابيتر ديال لو سي بي سي. شنو قلنا؟ اكسيرسيس رقم 2 يعني شنو؟ ديجا خدمنا اكسيرسيس رقم 1، اش من الفيديو؟ الفيديو رقم 19. اما الفيديو رقم 20 خصصناه على واحد لو كونط اللي هو مهم، مستحيل في ليكزامان لا كونطابيليتي جينيرال ما تصادفش قدامك هاد لو كونط. شنو هو هاد لو كونط هذا؟ لو كونط دو فارياسيون دو ستوك. سي بون، هاد لو كونط هذا تيأثر ليا على لو ريزولتا في السي بي سي. الى ما عرفتيش المعنى ديالو وعرفتي دير له الكالكول ديالو، لو سي بي سي ديالك راه غلط. دونك ضروري الى كتشوفني لاول مره رجع لفيديو رقم 19 عنده علاقه بلو كونط دو فارياسيون دو ستوك. سي بون، دونك عندنا اكسيرسيس رقم 2. شنو تيقولوا لنا؟ تيقولوا لنا لا سيتوياسيون، الحاله ديال كاع لي زوبيراسيون اللي دارتها لونتربريز عندها علاقه بلي شارج المصاريف زائد المداخيل لي برودوي، وعندنا دي زوبيراسيون، عندنا معلومات على لي ستوك، لي ستوك فينال اي لي ستوك انيسيال. سي بون، ديال من؟ ديال واحد لونتربريز، لونتربريز اكس. اوكي سيدي، دونك عندنا لي زوبيراسيون هادو كاملين وقدامك لي زوبيراسيون هادو كاملين. سي بون، وعندنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير على لي فارياسيون دو ستوك، على ستوك فينال على ستوك انيسيال ديال لي ماتيير بروميير وديال لي برودوي فيني. المطلوب منك اول حاجه باش كتسهل عليك الخدمه باش انك تصايب هاد لو سي بي سي، غندير الكلاسمون ترتيب ديال هاد لي زوبيراسيون. هاد لي زوبيراسيون اللي معطيين لي دابا راه عشوائيين، بمعنى غادي نقرا كل اوبيراسيون ونحاول نفهمها، وملي غنفهمها غادي نعرف واش هاد لوبيراسيون سي اون شارج او بيان هاد لوبيراسيون واحد لو برودوي عندي. سي بون، سي بون، ملي غنلقاهم غنكتب لي نيميرو دو كونط ديالهم. علاش؟ باش لانه غادي نحتاجو في لو سي بي سي كنخدمو غير بلي بوست، كنعرفو بان لي كونط كينتميو لواحد لو بوست. على سبيل المثال، غير كمثال بسيط باش تفهم، لنفرض عندي واحد دو كونط 10000 درهم 6000 درهم، ملي غنبغي نقيدهم سولمون ان بوست في لو سي بي سي ما غنكتبش 10000 هادي وهادي 10000 زعما انتيغي دي زونبخينت وهادي بيناليتي، لا كنكتبهم في كلمه وحده. سي بون، على شكل ان بوست وكنكتب حداه قدامو 16000 درهم. داكشي باش نقول كتب لي كونط باش تسهل عليك الماموريه وما تغلطش في لو سي بي سي. سي بون، دونك الدور ديالك دابا انت غادير بوز وقرا ليا بوحده بوحده شنو كتعني، احنا غنشرحو بوحده بوحده شنو كتعني، ودير ليها كل وحده فيها ها هما لي شارج ها هما لي برودوي. سي بون، سي بون، دونك دابا نتمنى انك درتي بوز وتعذبتي مع حدك بوحدك حسن من نهار تعذب نهار الامتحان. سي بون، سي بون، دونك ملي خدينا وقتنا وقرينا لي زوبيراسيون بوحده بوحده اكتشفنا بان لي برودوي عندنا فيهم خمسه د لي زوبيراسيون. هادشي صحيح عندك؟ خمسه د لي زوبيراسيون اللي عندك هنا. شنو هما لي برودوي؟ ها هما، اول حاجه كتسمى فونت، يعني فيما نشوف فونت يعني ان برودوي لا كلاس 7، هادي فونت كلاس 7. سي بون، عاوتاني عندي فونت ها هي كلاس 7، عندي انتيغي اي برودوي غير من الكلمه ديالها برودوي دونك لا كلاس 7. سي بون، عندي برودوي هادي برودوي دي سيسيون، يعني بعت واحد لي موبيليزاسيون عندي، هادي سي ان برودوي. دونك شنو قلنا؟ عندنا خمسه د لي زوبيراسيون عندهم علاقه بلي برودوي، الباقيه كلهم دي شارج. سي بون، لقيتي ليهم نيميرو دو كونط ديالهم؟ اوكي سيدي، نديرو لا كوريكسيون. ها لا كوريكسيون، نورمالمون ملي تعذبتي وخديتي وقتك هادشي اللي خاصك تلقى، داكشي غادي بالترتيب. باش عرفناه بالترتيب؟ ها هي 61، دونك حنا غنبداو بلا كلاس 6 هي الاولى حتى نساليو في الاخر لا كلاس 7. سي نورمال، 6 راها قبل من 7، دونك 61 11 61 21 مور 21 شنو كاين؟ كاين 22، ها هي مور 22 ها هي 22. شنو الفرق بيناتهم؟ داك سو كونط هذا 3 هذه 4، اسمح لي هذه 4، خرجنا من 22 غندوزو ل 23 ها هي صافي، سايم 23 غندوزو ل 25،
مور 25 31 32 34 وحنا غاديين. لا كلاس 7 71 11 مور 11 شنو كاينه 21 داكشي بالترتيب. هادشي غيساعدك ملي غدير لو سي بي سي فهمتي. هادشي علاش صافي هادشي اللي كاين. اوكي سيدي دونك نبداو لا كوريكسيون ديال هاد لي زيليمون ديالنا حاليا في لو سي بي سي. اول حاجه نقراو بعدا شنو كتعني كل وحده. اشاط دو مارشانديز يعني شرينا سلعه بوندون لاني كامله. اوكي اشاط دو ماتيير بروميير شرينا مواد اوليه. اشاط دو كومبوستيبل يعني الفلوس اللي خسرناهم على باش كنا كنديروا الوقود ليسونس يعني ملي كنا كنديروا ليسونس الفلوس ديال ليسونس وهادي سي بون. اشاط دو برودوي دونتروتيان يعني شرينا مواد باش اننا نديروا الصيانه ديال لي ماشين ديالنا. اشاط دومبالاج ديك السلعه اللي كنبيعوها كنديروها في واحد الكارطونه باش كنوصلوها للكليان هذاك كيتسمى واحد لومبالاج مصاريف كنخسروها. اشاط دو فورنيتور نون ستوكابل فين ما نسمع هاد لو كونت هذا يعني كنقصدو به تنخلصو به الماء والضوء. لوكاسيون اي شارج لوكاتيف فلوس ديال الكرا كاين شي حاجه تنخلصو المصاريف ديال الكرا. اوكي سيدي ريدوفونس كريدي باي فين ما نسمع كريدي باي يعني تنقصد بها بانني شريت ماشي شريت انا نقول لك كيفاش يعني كريت واحد لا ماشين دونك واحد لا ماشين باش نخدم بها. هذيك الفلوس ديال لا ماشين راه غالي عليا ما قادش انني نشري. كنمشي داك الفورنيسور اللي غيبيع عليا ديك لا ماشين مثلا دايره 200000 درهم تندير معاه واحد الكونطرا ديال لوكاسيون تنكريها من عنده سي بون تنكريها من عنده ولكن تنقول له ا كونديسيون في الاخر ديال الكونطرا عندي الحق انني نشري ديك لا ماشين بثمن قليل حيت لا ديوري ديال المده كامله وانا تنخلص دي ريدوفونس تنخلص الفلوس ديال الكرا ديال ديك لو ماشين سي بون. دونك ملي كتسيد ديك لا ديوري راه ديجا كنت كنخلص فلوس الكرا ديالها دونك غدير معايا ثمن زوين ولا بغيت نشريها غنشريها من عندك ثمن قليل يعني كريدي باي واحد الكونطرا ديال لوكاسيون افيك اوبسيون ديالاش داجا صافي فهمتي. كريدي باي هي كريدي باي. البريم داسيرونس يعني كنخلص فلوس على التامينات ديال لي ماشين ديالي فلوس ديال لاسيرونس كان واحد لاسيرونس كنبدا نعطيها واحد لاسون تقريبا 10000 درهم باش كنامن لونتربريز ديالي وتامن لي ماشين ديالي والبيرسونيل ديالي سي بون. ترونسبور سور اشا يعني خلص فلوس لقيتها خلص فلوس ديال الترونسبور لقيتها اللي كنت كنشري دي ماشونديز. انونس اي انسيرسيون يعني ملي كنت كنبيع واحد لو برودوي ديالي خاصني نديرو الاشهار باش يوصل للكليان. هذاك الفلوس ديال الاشهار على شكل انونس دي زانونس اشهارات اي انسيرسيون ملي كتكون غادي مثلا في الزنقه كتلقى واحد البانو بيبليسيتير مكتوب فيه واحد الاشهار ديالك انت سي بون سي بون. لي فري بوستو يعني المصاريف ديال كاع ديال البريد سي بون المصاريف ديال اي حاجه ديال البوسطه البريد. اوكي سيدي لي زامبو اي تاكس ديريكت عندنا لامبو راه فيه كاينين فيه دي تاكس اللي هما تكونوا ديريكت اي ان ديريكت يعني هادشي غتوصلوا ليه في الموديول الفيسكاليتي وغتعمقوا فيه والحمد لله راه شارحينو في لاشين ديالنا. مي كنوصلوا لامبو تيكون عندنا ضرائب مباشره وضرائب غير مباشره. الضريبه اللي كنخلصها حتى الاخر ديال العام باش نلقى الريزولتا ديالي من خلال داك الريزولتا تنخلص عليها الضريبه ديريكتومون لمديريه الضرائب سي بون. وكاينه ضرائب مثلا اللي هي لامبو سيغ لي سو لامبو سيغ لي سوسيتي اي لامبو سيغ لو ريفوني ليس إليير. اما لامبو ديريكت هما التافيه سي بون لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي يعني ملي كنمشي نشري بار اكزومبل واحد ستيلو بار اكزومبل راه كنشريه هو شحال داير ديال 2 درهم راه هو داير غير مثلا نقولو داير درهم سي بون وخلصت 10 دريال تافيه على شكل امبو ليطا وديك ال 10 دريال اللي بقات كيخدمو الحانوت فهمتي يعني ان ديريكت سي بون. دونك بلا ما ندخلو في التفاصيل ديال امبو ديريكت اي ديريكت غادي تعمقو فيه ملي غتوصلو للموديول الفيسكاليتي سي بون. ريمونيراسيون دو بيرسونيل سي بون. شوف واحد القضيه هاد لامبو اي تاكس ديريكت راه ممكن تلقى واحد لو كونت فيه امبو اي تاكس ان ديريكت. هنا عندنا حنا امبو اي تاكس ديريكت يعني تنقصدو به ليس اليير لامبو سيغ لي سوسيتي اي لامبو سيغ لو ريفوني الضريبه على الدخل والاخرى كتسمى الضريبه على الشركات. ممكن نلقى امبو اي تاكس ان ديريكت يعني تنقصدو به تي فيا صافي
انديريكت هي التلفيه هكاك دونك هذا كتوضيح ريمونوراسيون دو بيرسونيل يعني الفلوس اللي خلصت البيرسونيل ديالي اللي على شكل دي سالير لي زانتيغي اي امبرينت اي ديت يعني خديت واحد الكريدي كنخلص عليه فوائد مصاريف دي شارج بيناليتي اي اموند فيسكال يعني واحد الخطيه خلصها واحد الغرامه خلصها على شي مشكل وقع بغيت نخلص الضريبه باريكزومبل وتعطلت باش ما نخلصش الضريبه في التوقيت ديالها جاتني واحد البيناليتي صيفط شي فور ديال لونتربريز ديالي دار واحد المخالفه ديال السير دونك هذه البيناليتي عندي لامبو سور لي بينيفيس ها هي لامبو سور لي بينيفيس 50000 درهم يعني شنو فهمنا قلنا لامبو اي تاكس ديريكت فيها ليس اللي هو لامبو سور لي سوسيتي سي بون وكاين لامبو سور لو ريفوني دونك بما انهم عطاونا لامبو سور لي بينيفيس يعني شنو بايقصدوا لنا ليس لامبو سور لي سوسيتي اما هنايا اوتوماتيكمون واحد لامبو اللي عنده علاقه بالدخل سي بون سيدي اسمح لي قويت عليك بزاف المعلومات ولكن اونطون كو تي يلاه بديتي لا كونطابيلتي جينيرال اللي كيهمك هو عندي كلمه امبو يعني واحد لا شارج ضريبه خاصني نخلصها عاوتاني امبو واحد ضريبه خاصني نخلصها صافي هادشي اللي كيهم مهم فونت دو مارشانديز يعني بعت سلعه سي بون نيكست ان برودوي فونت دو بيان برودوي فونت دو برودوي اكسسوار انتيغي اي برودوي اسيميلي واحد الفوائد كناخذها من واحد الفلوس انا مبلوكيها في البنكه وكناخذ عليها كندخل كدي برودوي على شكل فوائد برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل يعني واحد لي موبيليزاسيون انكوربوريل شنو هي واحد لي ما عندهاش واحد لو كور بمعنى داك الساروت لو فون كوميرس واحد الحاجه اخترعتها بار اكزومبل براءه اختراع سي بون غادي نبيعو يعني واحد لي موبيليزاسيون كنخدم بها كتبقى عندي في لا سوسيتي ديالي اكثر من انو داك كتسمى لا موبيليزاسيون لا كلاس رقم 2 انكوربوريل يعني ما عندهاش لو كور غير ملموسه العكس ديال كوربوريل انكوربوريل يعني باغ اكزومبل فون كوميرس ساروت ديال الشركه كنشري غير ساروت سي بون ما كنشريش الشركه كامله ملك شريت غير ساروت ديال الدار شريت غير ساروت ديال الحانوت سي بون واحد الحاجه اخترعتها غادي نبيعها دونك هذيك الحاجه اللي اخترعتها ملي بعتها دونك غناخذ عليها فلوس سي بون دونك كتسمى ان برودوي بالنسبه ليا اوكي سيدي عندنا لي ماتيير بروميير لو ستوك انيسيال ديالها 50000 لو ستوك فينال ديالها 40000 لي برودوي لو ستوك انيسيال 35 لو ستوك فينال 60 لا فارياسيون دو ستوك ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال سي بون دابا نبداو لا كوريكسيون ديالنا ديال لو سي بي سي دونك لو سي بي سي كيتكون هاد الشكل نظرا لا باج اللي عندي نورمالمون تيكون من الفوق حتى لتحت غير بحكم انا لا باج بغيت نشرح لكم بوحده بوحده قسمتو على جوج سي بون سي بون دونك برودوي ديكسبلوطاسيون ديك هادي اول بوست يكون عندنا في لو سي بي سي كنشدو لي برودوي ديكسبلوطاسيون كنقصو منهم كاع لي زوبيراسيون اللي غيكونوا عندي لي شارج ديكسبلوطاسيون باش كنلقى في الاخر ريزولطا ديكسبلوطاسيون لي برودوي ديكسبلوطاسيون يعني كاع المداخل اللي نورمالمون اعتياديه بالنسبه ليا في لونتربريز هذه هي لاكتيفيتي الحقيقيه ديالي علاش انا مكري لونتربريز الهدف منها باش نبيع دونك هذا المدخول كيجيني من الفوند اوكي لي شارج ديكسبلوطاسيون المصاريف يعني قبل ما نبيع راه عندي مصاريف خسرتها دونك المصاريف اللي عندها علاقه بلاكتيفيتي ابيتويل يعني النشاط الاعتيادي لونتربريز سي بون دونك لونتربريز ديالي نورمالمون هذه هو النشاط ديالها اللي انا كنعتمد عليه من عام لعام الا بعت بزاف كنحقق واحد الريزولطا بزاف الا خسرت غير شويه ديال لي شارج دونك راه اوتوماتيكمون الريزولطا كتكون عندي مزيانه سي بون دونك الريزولطا ديكسبلوطاسيون هي اهم حاجه عندي في لو سي بي سي و بيان عندي اهم حاجه عندي في الشركه ديالي يعني ملي كنشوف لو سي بي سي شنو هو الدور ديالو كنلقى هاد الريزولطا اللي عندي هنا راه نورمالمون تلقاها في لو بيلون دو كلوتور مي كناخدوها انطلاقا من لا بالونس هادشي كاع كنا شفناه سي بون ولكن شنو اللي كيهمني هذيك الريزولطا اللي لقيناها في لو بيلون دو كلوتور راه فيها غير لي كلاس دو سيتوياسيون اي ديال البيلون ولكن ملي تنبغيو نعرفوا الديتاي ديال هاد الريزولطا اللي لقيناها في البيلون دو كلوتور كنستعملوا لو سي بي سي باش يشرح ليا
هاد 1,759,000 منين جات؟ واش جاتني من الريزولتا ديكسبلواتاسيون باغ اكزومبل؟ ها لو مونطون الكبير اللي عندي، يعني شوف شوف شوف، يعني الريزولتا ديكسبلواتاسيون عندي عاوتاني ريزولتا فينونسيير وعندي ريزولتا نون كورون. اسمح لي، ها هي ريزولتا كورون وعندي الريزولتا نون كورون. سي بون، دونك ريزولتا ديكسبلواتاسيون هي اللي مهمه عندي او طونك انا عندي اونتربريز. غير نشوف لو مونطون الكبير اللي عندي في هذا الريزولتا، دونك راه لونتربريز ديالي راه غادا مزيان. ملي كنشوف دي ريزولتا فينونسيير، شي حاجه عندها علاقه بلي زانتيري، عندها علاقه بلا بون، واحد لو برودوي، واحد الحاجه ربحتها انطلاقا من المبادلات التجاريه والماليه في البنكة، دونك حتى هي ما بين وبين زوينه، ولكن هل اللي همني؟ سي بون. تالت حاجه عندي ريزولتا نون كورون، واحد ريزولتا اللي جاتني على غفله، بعت دي برودوي اللي هما على غفله، ماشي الخدمه ديالي انا، وعندي دي شارج اللي خرجتهم على غفله، بحال الخطيه، بحال الغرامات، بحال البيناليتي. واش لونتربريز ديالي كل عام كتخلص الخطيه؟ واش لونتربريز ديالي كل عام كتبيع الحوايج ديالها؟ لا، كل عام كتعتمد على الريزولتا ديكسبلواتاسيون. هذا هو النشاط الاساسي ديال لونتربريز. هادشي علاش دار السي بي سي، ما بغيتش غير نخدم معاك لا كوريكسيون، بغيتك نخدم معاك وتفهم علاش اصلا مديور لو سي بي سي. سي بون. دونك اول حاجه كنبداو بها هي البرودوي ديكسبلواتاسيون، غنقصوا منو كاع دي شارج ديكسبلواتاسيون. سي بون. كنمشي ليكسيرسيس ديالي، كنشوف اول حاجه عندي البوست فون دو مارشانديز، كنمشي ليكسيرسيس. اول حاجه عندي كنبدا بلا كلاس 7، قلنا ها لا كلاس 7 فون دو مارشانديز، شحال القيمه ديالها؟ 800,000 درهم. غنشوفو 800,000 درهم، واخا. تاني حاجه عندي فون دو بيان اي سيرفيس برودويت، القيمه ديالها 1,300,000. نمشي ليكسيرسيس، كنلقى بان عندي هاد السوق، هاد اللي قلت لكم قبيله، هاد البوست هذا فون دو بيان اي سيرفيس برودويت، راه لقينا فيه دو كونت عندنا في المعلومات. فاهمين؟ شوف معايا البوست ديالو 712، وهانت ركز معايا 712. ملي كنجي لهنا كنلقى لي كونت اللي قلت قبيله حاول تعذب فيهم، غتسهل عليك الماموريه في لو سي بي سي. لقينا بان فون دو بيان برودويت لو كونت ديالها 71 21. شنو قلنا؟ 21. سي بون. فون دو برودوي اكسسوار 71 27، يعني بجوجهم كينتميو 20. فهمتي؟ هذيك 20 يعني غنديروا لها في كونت واحد ونردوها 712. فهمتي؟ كيتسمى فوند دو بيان اي سيرفيس برودوي. هاد 1300 كي لقيناها شدينا 900 زائد 400 عطاتني 1300. داكشي باش قلت لك ممكن نلقى دو كونت نحطهم في ان بوست واحد، انطلاقا ديك التماره اللي ضربتي في الاول وطلبت منك ان ترتب ليا كل اوبيراسيون وعطيها لي كونت ديالها. ملي عطيتيها لي كونت ديالها سهلت عليك الماموريه. فهمتي؟ فهمتي. اوكي سيدي، دونك شنو موراها؟ عندنا لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي. لاحظتي هادشي غادي بالترتيب 711 712 عندنا 713. غنمشيو لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي. منين جبناها؟ هاي باش نحسبوا لا فارياسيون. يعني شنو هي لا فارياسيون؟ هي لا ديفيرونس اونتر لو ستوك اللي بقى ليا، اللي بقى ليا في البيلون دو كلوتور في الاخر ديال العام، مع داك لو ستوك انيسيال اللي كان عندي في لو بيلون انيسيال ديال الاول ديال العام. في الاخر ديال العام برودوي فيني بقى عندي 60,000، وفي الاول ديال العام كان عندي 35,000. بمعنى لا فارياسيون دو ستوك، لا ديفيرونس اونتر لو ستوك فينال اي لو ستوك انيسيال. غندير 60,000 ونقص منها 35,000، كنلقى عندي واحد لا ديفيرونس زائد 25,000. شنو هي اشار فوندو دو مارشانديز؟ اول حاجه عندي اشار عندها علاقه غير بلي مارشانديز. سي بون. دونك كنشوف كاع لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه اشار مارشانديز، ها هي 61 11 مور 11 خرجنا ل 21، يعني ما بقيناش كنهضروا على شي حاجه مارشانديز.
يعني لو كونت اللي عندنا مهم فهاد الاشا ريفوندو دو مارشانديز هي هاد لوبيراسيون هادي سي بون. ولكن واش غنكتبوا هاد لو مونطون هذا هنايا 80000 درهم هنايا نورمالمون في هاد ليكسيس غادي نكتبوه. ولكن الى اعطاكم شي اكسيس واحد اخر فيه لي 3 زير غادي نشوفوه في الفيديو البروشان في لي 3 زير شنو كنا قلنا في لا فورمول باش كنحسبوا اشار ريفوندو دو مارشانديز. كنشدو هاد لو مونطون ديال 80000 كنقصوا منه جميع التخفيضات اللي استفدنا منها الوقيت اللي كنا كنشريو هاد لا مارشانديز رابط غوميز ريستورن وكنقصوا منها لا فارياسيون دو ستوك ديال لا مارشانديز عاد غادي نلقاو هاد لو مونطون 80000 درهم. بمعنى في هاد ليكسيرسيس ما عندناش هاد التماره كامله على المارشانديز. الخدمه فين عندنا في الماتيير بريمير ستوك فينال ستوك انيسيال عاد نحتاجو هادشي اللي قلنا هادشي علاش حطينا غير 80000 درهم. فاهمين فاهمين واجي نشوفو دابا هادشي اللي قلنا قبيله كامل نطبقوه في هاد البوست هذا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. فين هي عندنا ماتيير اي فورنيتور بمعنى شوف معايا واحد اللقطه زوينه 61 جوج سي بون جوج شنو قلنا جوج يعني ها انت جوج هاي 61 223 61 224 61 23 61 251 حبسنا علاش خرجنا 3 61 31 سي بون دونك هادو مهمين بالنسبه ليا علاش باش عرفناهم ها هما داكشي باش قبيله كل اوبيراسيون ديال ليها كونط سي بون سي بون. قلنا مي كنبغيو نحسبو هاد لو بوست هذا بحالو بحال اشار ريفوندو دو مارشانديز اش كنديرو كاع لي زاجون اللي عندهم علاقه بالمارشانديز اي فورني بالماتيير بروميير اي فورنيتور بمعنى كاع لي مار كاع الفلوس اللي خسرناهم ديال هادو كاملين سي بون كنقصو حيت فلوس خسرناهم باش نشريو واحد الحاجه كنقصو منهم حتى هما لي 3 زير عندك تنسى لي 3 زير دوك التخفيضات لي 3 زير يعني 3 ديال لي اخ غابي غوميز ريستورن هادشي غنشوفو في طاس لا فاكتوراسيون سي بون غابي غوميز ريستورن يعني مي كنشري واحد لا كونتيتي داك الفورنيسور كيدير معايا زوين و تينقص ليا في الثمن على شكل واحد التخفيض هذاك التخفيض واش نعتبره واحد لا شارج لا راه تخفيض بالنسبه لك راك ما خلصتيش لو مونطون كامل تنقص لك من لو مونطون وخلصتي غير 120000 درهم تنقص لك من لو مونطون الحقيقي واستفدتي من لي غابي وخلصتي غير 20000 درهم تنقص لك من لو مونطون واستفدتي من التخفيض وخلصتي 10000 درهم دونك هاد لي شارج هادو كاملين كنقصو منهم داك لي 3 سي بون. فهاد ليكسيرسيس ما عندناش 3 تسناني الفيديو البروشان غنحط لك لي 3 سي بون سي بون. دونك شنو قلنا غادي نجمعو الطوطال تاع هادو كاملين حسبهم ليا 120000 زائد 20000 هي 140000 زائد 10000 هي 150 زائد 10000 هي 160 زائد 10000 هي 170 غنمشي غادي نكتب هنا شنو 170 ويلي لقيت 180 منين جاتني قلنا بانه في ما بغيو نديرو هذا achat consommé de matière et fourniture ou bien achat revendu de marchandises كنشد لو مونطون ديال لي زاشا بوندون لاني كامله كنقص منهم شنو قلنا دابا التخفيضات اللي هما لي 3 ونقص منهم لا فارياسيون دو ستوك. بالنسبه للمارشانديز ما عندناش شي معلومه فيها لا فارياسيون دو ستوك هنا مارشانديز ما عندناش ولكن عندنا ماتيير بروميير دونك غادي نقصوا لا فارياسيون دو ستوك يعني غنقص لو ستوك يعني غنشد لا فارياسيون دو ستوك اش كتساوي لو ستوك فينال ناقص لو ستوك انيسيال يعني 40000 ناقص 50000 غتخرج عندي ناقص 10000 سي بون. سير اخويا الله يجازيك بخير الدرس 20 باش تفهم هاد لا فارياسيون دو ستوك راه شرحت فيها شنو هو لو ستوكاج شنو هو دي ستوكاج شنو هو تخرج لك ريزولتا نيجاتيف ريزولتا بوزيتيف الله يرحم بها الوالدين سي بون. دونك شنو قلنا اشا كونسومات فات فورنيتور لقينا 170000 قلنا غنقصوا منها لا فارياسيون دو ستوك
لا فارياسيون دو ستوك خرجت ليا موجبه وانا لقيت 170000. دونك 170000 ناقص ديك 10000 اللي لقيناها ياك لقينا ناقص 10000، 40000 ناقص 50000 هي ناقص 10000. المعاد لا فورمول كتقول ليا شد هاد لو مونطون هذا اللي لقيتي 170000 توتال، اسمح لي كنطول عليك، 170000 موراها دير عمليه ناقص. ناقص شنو؟ ناقص 10000. الناقص مع الناقص هو زائد، دونك 170000 زيد عليها 10000 تعطيني 180000. مفاهمين؟ كنمشي لاوتر شارج اكسترن، اسمحوا لي تعطلت عليكم، كنبغي نشرح بالتفاصيل كلشي. اوتر شارج اكسترن تيكون فيها في لو بلون كونطابل اما 613 اما 614، يعني غنشوف لو بلون كونطابل كاع لي زوبيراسيون اللي عندي فيهم 3 وفيهم 4 وغنجمعهم في كونط في بوست واحد. كنمشي لي كونط اللي عندي، هادشي باش قلت لكم ديروا لي كونط في الاول. دونك ها هي 3، ها 3، ها 4، ها انت 31 32 34، ها هي 42 400، ها هي 4 عاوتاني 4 سي بون، وعاوتاني ها هي 4 صافي. مفاهمين؟ دونك غادي نحسب هادشي كامل، ها هي من 3 و 4 ونزيد عليها الفري بوستو، غنلقى نحسبوها سيدي حنا كاع 30000 ياك، 30000 زائد 40000 هي 70000، ها 80000، ها 90000، زيد على 8000 هي 98000، زائد 2000 هي 100000. شوف اخويا لا كوريكسيون، ها هي 100000. عاوتاني قال لي امبو اي طاكس 616، كنشوف شي حاجه 616 كنلقى فيها غير واحد، 61 6 عاد واحد، هادي 7 ما عندنا ما نديرو بها، في هاد لو مونطون 20000 كنجيو كنديرو 20000. ها هي شارج دو بيرسونيل، فين هي شارج دو بيرسونيل؟ 617. دونك عندي رقم 7، ها هو 617 فيها 90000، ها 90000 فين هي؟ ها 90000. سي بون، حسب لي التوتال ديال لي برودوي، نقصوا لي من التوتال ديال لي شارج، غتلقى ريزولتا ديكسبلوطاسيون 1,655,000. سي بون، هادي هي اهم ريزولتا كاينه عند مول الشركه. اما هاد مورا قل اهميه هادي، اما هادي ما مسوق ليهاش راه ماشي مهمه. سي بون، لو كانت عندي 1,655,000 هنا واخا غتبقى عندي نفس الريزولتا، ولكن ما غنكونش حامل راسي، حيت الفلوس جاوني على غفله، العام الجاي ما يمكنش يجيوني عاوتاني. اما هادو هو اللي خدام عليهم حياتي كامله، اما نزيد على لو مونطون اما نقص شويه على لو مونطون. سي بون، سي بون، سينا ليكسبلوطاسيون. غندوزو شي حاجه فينونسيير، العائدات الماليه والمصاريف الماليه، يعني اي حاجه عندها علاقه مع لا بونك. عندنا دي زانتيغي اوتر برودوي فينونسي، فلوس مبلوكينا في البنكه وكناخذوا عليها فوائد. سي بون، القيمه ديال 80000 درهم 738، اسمح لي كنزرب باش الفيديو ما يكونش طويل، راه هادشي علاش 738 ها هي انتيري. دونك دابا زدنا لي برودوي، كنشوفوا لا كلاس 7 من هنا، هادو دوزناهم، غنشوفوا هذا 73 دوزنا ل 71 غندوزو ل 73. سي بون، هي اللي عندها علاقه بشي حاجه ماليه، فلوس مبلوكينا في البنكه غناخذها تو سامبلومون الفوائد لي زانتيري. سي بون، باش عرفنا ان برودوي من الكلمه ديال برودوي. 80000 فين هي 80000؟ 80000 ها هي لي شارج فينونسيير، عندنا شارج وحده هي 10631، غنشوفوا 631 ها هي 631 فينك 31 فينك، الله يهديك الله يهديك، فين هي 31 فين هي فين هي فين ها هي. انتيغي دي زومبرينت ادات، سي بون، انتيغي دي زومبرينت ادات، يعني انا اللي خديت الكريدي من البنكه والبنك غتسلفني فابور، خاصني نعطيها دي زانتيري على شكل دي شارج عندي 10000 درهم. سي بون، فين هي 10000 درهم؟ شد لي اخويا لي برودوي فينونسي، نقص منهم لي شارج فينونسي، غنلقى 70000 درهم مزيانه. حطيت فلوسي في البنك، خديت عليهم فوائد كثر من داك الفوائد اللي خلصتو من لي زانتيري ديال الكريدي، دونك عندي واحد العائد مالي 70000 درهم. سي بون، سي بون، خاصني ندير هادو اللي مهمه، الريزولتا كونطابل مهمه بالنسبه لونتربريز، يعني كندير الريزولتا ديكسبلوطاسيون نقص منها الريزولتا فينونسيير، غنلقى كندير الريزولتا ديكسبلوطاسيون كنزيد عليها، ها هي كنزيد عليها الريزولتا فينونسيير، ها هي شوف شوف انا رتبتهم لك، هذه رقم 3، ها رقم 3، رقم 6 ريزولتا فينونسيير، ها هي 6 فينونسيير، 3 زائد 6 هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون زيد عليها ريزولتا فينونسيير، تعطيني 1,655,000 زيد على 70000،
1,725,000. C'est bon. Les produits non courants, عندنا produits de cession d'immobilisation, 751. نقصوا منا autre charge non courant, 751. ها هي واحد لي موبيليزاسيون بعتها خديت منها فلوس، ولكن انا واش نورمال مون انتربريز انا كنبيع حوايجي؟ لا ما كنبيعهمش، غير هذا واحد لي موبيليزاسيون قدام عندي بعتو دخل ليا فلوس اللهم بارك. سي بون دونك كيجينا على غفله انكوربور شي حاجه نون كورون على غفله، دونك 90,000. اوكي دونك 90,000 غنقص منها اوتر شارج نون كورون 658,000. غنشوفو 658,000 ها هما لي شارج اللي هما على غفله بحال الخطيه كتجيني. واش انا ديما كنخلص الخطيه؟ لا، هاد العام باغي نخلص بيناليتي القيمه ديالها 6,000. دونك 6,000 دونك لي برودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورون تعطيني 84,000. الريزولتا افون امبو يعني 7 زائد 10، شنو هي 7؟ هي الريزولتا كورون اللي مهمه بالنسبه لونتربريز، زيد عليها داك الريزولتا اللي جاوني فلوس على غفله، ماشي مشكل، جاوني اللهم بارك، مزيانه، صافي من الخير، يعني ريزولتا افون امبو، يعني واحد الريزولتا اللي عندي ولكن باقي ما خلصش عليها الضريبه، افون امبو، سي بون، 7 زائد 10، دونك عندي مليون، توتال ديالهم مليون و 809,000. شدرنا 1,725,000 زدنا عليها 84,000 مليون و 809,000. غنقص منها لامبو سيغ لو ريزولتا اللي هو الضريبه، والضريبه نمشيو نقلبوا عليها هي هذه، ها هي لامبو سيغ لي بينيفيس، سي بون 50,000 درهم. اش 50,000 درهم غنحطها هنا، دونك مليون و 809,000 ناقص 50,000 تخرج لي مليون و 759,000. سي بون الفيديو البروشان الناس اللي بقاو معايا غنديروا 50 اوبيراسيون، راه ما تعلم وكل وحده غنشرحوها بوحديها. سي بون دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.